Pero maganda na lang yan kaysa sa mga Dali ang ano tayo dyan. Basta pasok ka na lang. Hingi tayong plug. في فبراير من عام 1991 قامت القوات العراقية المحتلة بتفجير ما يقارب 792 بئر نفط مما شكل أعظم كارثة بيئية عرفها التاريخ. استطاع فريق الإطفاء في شركة نفط الكويت بمساعدة الفرق العالمية لإخماد آبار النفط المشتعلة في وقت القياس. في 6 نوفمبر من عام 1991 وعادت شركة نفط الكويت لتكمل مسيرة الأعمال. وقطعنا هنا. وقطعنا. في كميات تجارية في شمال الكويت وحققت هذه الاكتشافات حلم الكويت في أن تصبح متنمية ذاتية في مجال الغاز لتوليد الطاقة. واستمرت عمليات الشركة في التطور تحت رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الحق وجاب الصباح قائد الإنسانية إلى أن تم تصدير أول شحنة من النفط الخفيف عالي الجودة في 7 نوفمبر 2018. ولم تقف شركة نفط الكويت عند هذا، فالشركة اليوم تقوم بتطوير مشاريع ضخمة منها مشروع النفط الخفيف ومشروع التنقيب البحري. وبهذه المشاريع تفتح شركة نفط الكويت آفاقا جديدة في المستقبل المزدهر لدولة الكويت. Liberation Day. Happy Liberation Day, everyone.
These all people who died during the Iraqi war. Thousands died during the invasion. May isda nila yun, subili. Ha? Mahal sa yan lang isda yan, di ba? Ano yung pinakakuha nila? National fish? Ah. Ay, wala akong national fish nila. Paano siya ang fish nila? Malaman yan, hindi yan matinik eh. Oo, oh, mahal to eh. 7 kg atang kilo? Oo. Oh. Malaman. Bakit hindi ako kasama dyan?